أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم بهدايته وتوفيقه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فإن الله العليم الحكيم سبحانه وتعالى شرع لكل أمة من الأمم نسيكة تذبح تقربا إلى ربهم سبحانه وتعالى، يذكرون اسم الله عليها ويعظمونه عند ذبحها قياما بواجب الشكر له سبحانه، كما قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. والأضحية شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، شرعها الباري عز وجل ليفعلها المسلمون في أعظم يوم عند الله تعالى، ألا وهو يوم النحر، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني وحسنه ابن حجر رحمهم الله تعالى. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، أعني الحادي عشر من ذي الحجة. وسأتناول إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء أهم الأحكام الشرعية الفقهية المتعلقة بالأضحية، وذلك من خلال 15 عنصرا إن شاء الله تعالى. أولها في تعريف الأضحية، وثانيها في مشروعية الأضحية، وثالثها في الحكمة من مشروعيتها، والرابع في حكم الأضحية، هل هي واجبة أو سنة مستحبة، والخامس فيما يحصل به تعيين الأضحية، والسادس في شروط الأضحية، والسابع في أنه هل تجزئ أضحية واحدة عن الرجل وأهله، والثامنة في السنة في الذبح، والتاسع فيما يفعله المسلم بأضحيته بعد الذبح، والعاشر في حكم الأضحية عن الميت، والحادي عشر فيما يجتنبه من أراد التضحية، والثاني عشر في وقت الذبح متى يبدأ ومتى ينتهي، والثالث عشر في أنه هل تشرع الأضحية في حق الحاج والمسافر، والرابع عشر في الحكم الشرعي فيما إذا ولدت الأضحية قبل الذبح، والخامس عشر في اجتماع الأضحية والعقيقة. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: أما الأول وهو تعريف الأضحية، فالأضحية مفرد جمعها الأضاحي، وفيها أربع لغات كما قاله الأصمعي وغيره. وأما تعريفها في الاصطلاح فهي ما يذكى من بهيمة الأنعام في أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وسميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار. أما العنصر الثاني وهو في مشروعية الأضحية، فإن الأضحية مشروعة، أي أنها قربة شرعية، ودل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب العزيز فقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأما السنة
فحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. متفق عليه. وأما الإجماع فقد حكاه جماعة من العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وقال الحافظ ابن حجر: لا خلاف في كون الأضحية من شرائع الدين. وممن حكى الإجماع على مشروعية الأضحية ابن دقيق العيد والشوكاني والشنقيطي وغيرهم رحمهم الله جميعا. فالأضحية مشروعة بما ذكرناه من الأدلة، وهي قربة عظيمة وشعيرة مباركة، وهي أفضل من التصدق بثمنها. فقد قال ابن قدامة رحمه الله: الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها. وكذلك قال ابن الحافظ بن عبد البر رحمه الله قال: الضحية عندنا أفضل من الصدقة، لأن الضحية سنة وكيدة كصلاة العيد. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله رحم الله الجميع: لأن أضحي بشاة أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك. فإذا كان معه مال يريد التقرب إلى الله كان له أن يضحي به، والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام النووي رحمه الله: مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع، للأحاديث الصحيحة المشهورة في فضل الأضحية، ولأنها مختلف في وجوبها بخلاف صدقة التطوع، ولأن التضحية شعار ظاهر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: في كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقوم مقامه، وكذلك الأضحية، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. لكن نقل عن بعض السلف أن الصدقة بثمن الأضحية أفضل من التضحية، غير أن هذا القول قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، والخلفاء بعده ضحوا، فلو كانت الصدقة أفضل لعدلوا عن الأضحية إلى الصدقة. وأما العنصر الثالث فهو في الحكمة من مشروعية الأضحية. لمشروعية الأضحية حكم كثيرة، لكن نذكر منها على سبيل الاختصار: أولا، أن فيها شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الحياة، وشكرا له سبحانه على إباحة بهيمة الأنعام لنا نذبحها وننتفع بلحمها ونتصدق منها. ثانيا، إحياء سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وذلك حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام.
وأن يتذكر المؤمنون أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان سبب الفداء ورفع البلاء. فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها. وثالثا أن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وعلى الجار والضيف وعلى القريب وعلى الفقير، وهذا كله من مظاهر الفرح والسرور في يوم العيد بما أنعم الله به على الإنسان، ومن التحدث بنعمة الله كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. رابعا الإراقة، إراقة الدماء، إراقة دم الأضحية، فيه مبالغة في تصديق ما أخبر الله به عز وجل، أعني التصديق بأنه خلق الأنعام لنفع الإنسان وأذن لنا في ذبحها أو نحرها لتكون طعاما لنا ولغيرنا. وخامسا أن الذبح لله تعالى والتقرب إليه بالقربات هو من أعظم العبادات وأجل الطاعات، وقد قرن الله عز وجل الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه العزيز، وكل ذلك لبيان عظيم هذا الأمر وكبير شأنه وعلو منزلته. أما العنصر الرابع فهو في حكم الأضحية، فأقول اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الأضحية، فذهب بعضهم إلى وجوبها، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة وليست فرضا على الناس، لكن كما قلنا أنها سنة مؤكدة فلا يستحب تركها للقادر عليها. والدليل على عدم وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، أخرجه مسلم. فقد رد الأمر لإرادتنا، ولو كانت حتما فرضا واجبا لأوجبها أردنا أو لم نرد. وفي حديث رافع، وفي حديث أبي رافع الطويل قال فيه رضي الله عنه في آخره: فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وحسنه الهيثمي وابن حجر وصححه الألباني رحمهم الله جميعا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: بلغنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن ترى أنها واجبة، انتهى كلام الإمام الشافعي رحمه الله. وأما العنصر الخامس فهو في الذي يحصل به تعيين الأضحية، فنقول إذا عين المسلم الأضحية باللفظ بالقول بأن يقول هذه أضحية لله تعالى أو يقول هذه أضحيتي أو نحو هذه العبارات فإنها تتعين، لكنه لا يلزمه القول والتلفظ على الصحيح من أقوال العلماء، فلو أنه اشتراها مع نية أن تكون هذه التي اشتراها هي الأضحية فإنها تتعين حينئذ ولو لم ينطق بتعيينها، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على الناس. وأما العنصر السادس فهو في شروط الأضحية، فنقول للأضحية شروط لا بد من توافرها كلها حتى يصح للمسلم أضحيته. فأولا أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية
وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. وقال ابن القيم رحمه الله: والأضحية مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، فالثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، والثني من المعز ما كان له 1 سنة، والجذع من الضأن ما بلغ 1/2 سنة. فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر والإمام النووي والشنقيطي رحمهم الله جميعا الإجماع على ذلك. الشرط الثالث أن تكون الأضحية سليمة من العيوب. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة، وفي لفظ: والعجفاء التي لا تنقي. ومعنى الكسيرة أي الهزيلة التي لا مخ فيها. وقد يلحق بهذه 4 المذكورات أو 5 العمياء أيضا، قياسا أولويا على العوراء. ويلحق بها أيضا العاجزة عن المشي لعاهة ونحوها، فإنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء. ويلحق بها أيضا من كان فيها جرب ظاهر، لأنه يفسد اللحم والشحم. ويلحق أيضا بها من قطعت إحدى يديها أو رجليها، أو مقطوعة الإلية، لأن فيها نقصا بذلك. وأما الخصي فيجوز التضحية به، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. هذا هو الشاهد في قوله موجوئين. قال: فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه ابن ماجة وغيره، وصححه الألباني رحم الله الجميع. الشرط الرابع أن تكون التضحية في وقت الذبح، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في العنصر 12. والشرط الخامس النية، لأن هذه قربة، والقرب لا بد لها من النية، إنما الأعمال بالنيات. وعلى هذا اتفقت كلمة المذاهب 4، والله أعلم. وأما العنصر 7 فهو في أنه هل تجزئ أضحية واحدة عن الرجل وأهله؟ والجواب نعم، تجزئ شاة واحدة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله ومن يقوم على شأنهم. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، أي السكين، ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. الحديث أخرجه الإمام مسلم. وعن عطاء بن يسار رحمه الله قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني رحمهم الله جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويجوز أن يضحي بالشاة عن أهل البيت وعن نسائه وأولاده ومن معهم كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. وقال الشوكاني رحمه الله: الحق أنها تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا 100 نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة. انتهى كلامه رحمه الله. أما العنصر الثامن فهو فيما هو السنة في الذبح، أي طريقة ذبح الأضحية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي قياما على 3 قوائم معقولة يدها اليسرى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قائمة مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. لكن إذا لم يتيسر له نحرها قائمة جاز له نحرها باركة إذا أتى بما هو الواجب في الذكاة، لأن المقصود قد حصل بذلك. وأما غير الإبل فإنها تذبح مضطجعة على جنبها، ويستقبل الذابح القبلة، وذلك باتفاق المذاهب 4، ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. أخرجه البخاري رحمه الله. وإضجاع الأضحية يكون على جنبها الأيسر لأنه أسهل للذابح، لكن إذا كان الذابح أعسر، أي يستعمل يده اليسرى، وكان الأيسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن، فلا بأس أن يضجعها عليه، لأن المقصود هو راحة الذبيحة وأن يتمكن المسلم من الذبح. واستقبال القبلة للذابح قد ذكرنا أنه اتفقت عليه كلمة المذاهب 4، لكن قال بعض العلماء: استقبال القبلة عند الذبح ليس شرطا وليس واجبا، وإنما استحبوه استحبابا، فمن تركه فلا حرج عليه. ومن السنة عند ذبح الأضحية وغيرها من الأنساك هو أن يسمي الذابح عند ذبحها أو عند النحر، لكن التسمية ليست شرطا واجبا ولا حتما فرضا، وإنما سنة مسنونة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي التسمية فلا بأس. وروى سعيد بن منصور بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد، أو كما ورد. وأما قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهو محمول على ما ذبح وتركت التسمية عليه عمدا، بدليل قوله سبحانه: وإنه لفسق. ومعلوم أن الأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق. أما العنصر التاسع فهو فيما يفعله المسلم بأضحيته بعد الذبح. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وبقي في بيته منه شيء
فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. أخرجه البخاري. والسنة في الأضحية هو كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما يصف أضحية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث ويتصدق على السوال بالثلث. ولأن الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فالقانع هو السائل، وأما المعتر فهو الذي يعتريك ويتعرض لك لكي تطعمه فلا يسأل. فعلى هذا تكون الآية قد ذكرت ثلاث أصناف، فينبغي في الأضحية أن تقسم أثلاثا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتصدق بثلثها ويهدي ثلثها، وإن أكل أكثرها أو أهداه أو أكله أو طبخها ودع الناس إليها جاز. انتهى كلامه رحمه الله. ويبقى بعد ذلك مسألة، وهي هل جلد الأضحية كلحمها؟ هل له أن يبيعه أو ليس له ذلك؟ فنقول روي عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها، قال نحن نعطيه من عندنا. أخرجه مسلم. فلا يجوز بيع الجلد، لكن يجوز أن ينتفع به. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يبيع جلدها بعد الذبح لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وأما العنصر العاشر فهو في حكم الأضحية عن الميت، فالأضحية عن الميت هي كسائر الصدقات عنه وكالحج عنه والعمرة عنه، فكل ذلك جائز. فإن الأضحية عن الميت نوع من الصدقة، فيصله إن شاء الله تعالى ثوابها كسائر الطاعات والقرب، ولا فرق بين وصول ثواب الصدقة والحج وبين وصول ثواب الأضحية وغيرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من زعم أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره فقد خرق الإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أنه ذبح كبشا وقال هذا عن محمد وآل محمد، فأهدى ثواب الكبش لنفسه وآله الحي منهم والميت. قال مجد الدين ابن تيمية رحمه الله ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عنه وعن أمته وآله، قال وهو يدل على أن أمته أحياءهم وأمواتهم قد نالهم النفع والأجر بتضحيته، وإلا كان ذلك عبثا. انتهى كلامه رحمه الله. والخلاصة أن الأضحية عن الميت جائزة، سواء كانت استقلالا، أي كانت التضحية عن الميت وحده فقط، أو كانت تبعا بأن ينوي بأضحيته أن تكون له وعن غيره من الأحياء والميتين. أما العنصر الحادي عشر فهو فيما يجتنبه المسلم إذا أراد أن يضحي. عن سعيد بن مسيب رحمه الله عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. أخرجه مسلم. وفي لفظ إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا.
وفي لفظ من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. أخرجها كلها الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. والحكمة في هذا النهي والله أعلم أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكام المحرم، وقد قال الله في المحرمين ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال الإمام النووي رحمه الله المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء في ذلك شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من الشعور. انتهى كلامه رحمه الله. لكن يستثنى من ذلك ما لو انكسر ظفره مثلا وتأذى من بقائه مكسورا، فحينئذ له أن ينزع منه ما يزول به الضرر عنه، والضرورات تبيح المحظورات. وكذلك ما لو لم ينوي أن يضحي فإن له أن يأخذ كما هو مفهوم الحديث السابق، له أن يأخذ من ظفره وشعره وبشره، فلو عن له بعد ذلك أي بعد مرور أيام من ذي الحجة عن له أن يضحي أي أراد أن يضحي فيما بعد فإنه يمسك بقية الأيام ولا حرج عليه، لا حرج عليه فيما أخذه من شعره وغيره في الأيام الأولى من ذي الحجة لأنه لم تكن له نية أن يضحي. وأما العنصر الثاني عشر فهو في وقت الذبح، أعني متى يبدأ ومتى ينتهي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه رحمه الله. قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. أما انتهاء وقت الذبح فالصحيح أنه يجوز الذبح ليلا أو نهارا، يستوي في ذلك الأضحية والهدي وغير ذلك. وأيام الذبح هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده، يعني يبدأ الذبح من يوم العيد وينتهي في آخر أيام التشريق، فينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر بعد العيد. وتبقى مسألة وهي ما إذا فات وقت الأضحية فلم يتمكن المسلم من الذبح فهل لها قضاء بعد خروج وقتها؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه، وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت ثم وجدها ففي هذه الحالة يذبحها لأنه أخرها عن الوقت لعذر، فيكون ذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما العنصر الثالث عشر في أن الأضحية هل تشرع في حق الحاج والمسافر وغيرهما، فنقول الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدن والقرى والحضر والسفر والحجاج في منى وغيرهم، من كان معه هدي من الحجاج ومن لم يكن معه هدي أنها سنة في حقهم جميعا. فهي إذن
سنة للحاج كما هي سنة في حق غيره. وقد ثبت في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وهو مسافر، فدل على ما قلناه من مشروعية الأضحية للمسافر والمقيم، وعموم الأدلة تدل على مشروعية الأضحية للحاج ولغيره، فإن الأدلة عامة ولم تخصص، والله أعلم. أما العنصر الرابع عشر فهو في الحكم إذا ولدت الأضحية قبل الذبح. يقول ابن قدامة رحمه الله: إذا ولدت ذبح ولدها معها. وجملته أنه إذا عين أضحية فولدت فولدها تابع لها، حكمه حكمها، يذبحها لأنه صار أضحية على وجه التبع لأمه. ولا يجوز ذبح الولد قبل يوم النحر ولا تأخيره عن أيامه مثل أمه. وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عمن اشترى شاة يضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا يفعل بولدها؟ فأجابت اللجنة: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعا لها. انتهى كلام اللجنة. أما العنصر الخامس عشر الأخير فهو في الحكم عند اجتماع الأضحية والعقيقة. فنقول: الصحيح والله أعلم هو عدم إجزاء الأضحية عن العقيقة، وعدم إجزاء العقيقة عن الأضحية، أي أنه يذبح كلا منهما على انفراد فلا تتداخلان، وذلك لأن كلا منهما له سببه الخاص في إراقة الدم، وحينئذ لا تقوم إحداهما مقام الأخرى، فلا يصح تشبيه ذلك بتداخل العبادتين في بعض الصور، والله أعلم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والسداد والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، فإن الله على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.